البعض يتحدث عن سياسة الأمر الواقع الذي ستفرضه إسرائيل على الجانب المصري. حضرتك تقول بأن مصر لن تقبل بأن يزج الفلسطينيون داخل القطاع أمام بندقية ومدفعية الجيش الإسرائيلي. هل ستفتحون الحدود إذا ما بدأت عملية عسكرية برية في رفح؟ يعني موقفنا بخصوص قضية تهجير الفلسطينيين ينبع من شقين. الشق الأول هو شق يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية، وقامت مصر بحشد يعني موقف دولي موسع يعني من جميع الدول والقوى المعنية في العالم والمهتمة بالتوافق على ذلك، رفض تصفية القضية والحديث للعودة عن حل الدولتين وتأكيد ذلك المسار. النقطة الثانية غير رفض تصفية القضية هو رفض التهجير للأراضي المصرية. أعتقد موقفنا كان في منتهى الوضوح، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنه منذ البداية وبشكل علني وصادق وفي منتهى الشفافية، يعني في البداية خالص عندما قال أن تصفية القضية لن يحدث وتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية لن يتم، وهو غير مقبول ومرفوض تماما. وبالتالي فهذا هو الموقف الأساسي والجوهري. اليوم هناك واقع، وواقع يمكن أن يفرض، ومراقبون يقول بأنه لا يمكن التعويل على الدور الأمريكي للضغط على الجانب الإسرائيلي. ما المتاح لمصر فعله إذا ما وضعت فعليا أمام أمر واقع؟ لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. مصر تعمل على تأسيس موقف شامل وقوي وواضح جدا بجميع الوسائل وبجميع الإجراءات التي يمكن استخدامها.